الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. كيف أتخلص من ذنوب الخلوات؟ كيف أتخلص من ذنوب الخلوات؟ أين وي تروكن بيودن أوروني زنوانيرن أوروني داكا ديكنا. أن الإنسان خطاء بطبعه، شكام دي لترم من شتل تاورو ترنغوا. والواجب على المسلم أو كل مسلم واجب سنار أن وقع إن وقع في الخطأ ساتل ترسكرويا أن يسارع إلى التوبة والاستغفار. شيء دير أزلز على إن توبات على رتبس استغفار زمز. فالله تعالى يفرح بتوبة عبده كمان دي زورو كورنتين توبة كنجنزي إذا تاب إليه ساشر تبتيا. ففي الحديث لا نكراتنا لله أشد فرحا كما يزور قرنتين بتوبة عبده توبة كنجين زين من أحدكم فلندو إذا استيق على بعيره قد أضله بأرض فلات. ألمنا دبان زن سقرو أو دبان زي شافت دبان زي فتكت سورو كارا ديري داو دوما داو دوما با وعلى أدي لندو دبان زي رسون ديا كارو كجدرو أو سيدي المنوزي أدي ييرو كمان دي كنجين زي توبا تبتا سرانا كارو كجدرو كنجي هرتل الجن هر كل دماء جن كمان دي ور كنجي منير كما ينجي بجن أدما كوزنا كمان دي كنجين شرو تبتا كمان دي أرتزي. وعلى المسلم كلا مسلم أي يحذر من ذنوب الخلوات ذنا ودون تلوم رو نمرو والجاد دي من ما قالوا ريني دي. فالله تعالى كمان دي كمان دي قد ذم من يستخفى بذنبه من الناس ولا يستخفي من الله. من يستخفي بذنبه من الناس كان بيون زام سر غرازين ام على غرازين بقال كمان دي زور زنا دي كمان دي انه قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي ملاي وسازنا دي رزينا دي من ذنوب الخلوة بيودون تلوم تلوم مياد دي منما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جاح وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوة فقال لأعلمن أقواما من أمتي وين هنا أمان سر أملا يأتون يوم القيامة يم لي رواجا إسن بحسنات أو أنجل أنجل مقواندا أمثال جبال تهامة ألما كوتي هاماي بيضاء بالتل فيجعلها الله كما يسيرين عز وجل ثم سوى سيرين كندو هذا كندو ذنا أدا هباء منثورا بربر للا تايرو كما يسيرين. قال ثوبان يا رسول الله عليك يا عليك نجين صفهم لنا أم سيما رندوسو أو انجل انجل صوتيا نم كو نم قوز لما كوتي هاماي صوتيا كمان دي سيا بربر للا تايرو سيرين واتندوسو عليه الصلاة والسلام مين صفهم لنا. قال أن جلهم لنا ألا نكون صفهم لنا عندنا حوراني أو جلهم لنا عندنا بين جنس يا سيف أنزا ألا نكون مثل منهم ورسولنا نولين دي ونحن لا نعلم أن دين نين دين سيدنا ثوبان عليه السلام رونجيبنا. قال أن عليه السلام إنهم سندد إخوانكم يندوانا ومن جلدتكم سرود دين دون جلين دون كشرة ويأخذون من الليل كما تأخذون فتو أو بني إبادة الدين ما كيسن دي سدين ولكنهم أما يسن دي أقوام أم لا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ساسن دي تلوزيا أو حرم غتا دا كلنغي كمزا قدين ويتخلص المسلم كمي داي تلوين من ذنوب الخلوات بواد نشيرون زروزر والجاسرين ما أربي أمور لما راكم أفو يقولتين ما أربي كندتن على استولين كلان ذا منها شلان الالتجاء إلى الله على رلفقت على رولت على رولت بالدعاء والتضرع إليه على رلفقتن أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي شلان ذنو أنم أشياء ثم صو شلان نتر على صور مجاهدة النفس ودفع وسوستها ومحاولة تزكيتها بطاعة الله نسكم من غنبت أدى ما وسوس دون نسكم دا كلام تنبلت أدى ما كورود كوكولي دون نسكم دا تهيرت على تتلا اجتناب العزلة اجتناب نيت تنتت العزلة نكت أو الخلوة تلوت قدر الإمكان تدير لو ترنير مونتنر ومخالطة الصالحين كورو صالحارو تسكتني والأخيار أمدن كرنو
استشعار مرافق مراقبة الله تعالى سنبيه سات الأمر والجاه فاني كمان دي نانزورين وأنه مطلع على المسلم في كل حال كم مس... كم ما كمان دي سورين حلفين كراي أن يتخيل المسلم مسلم سنبيه شيء خيلته من يجلهم ويحترمهم ينظرون إليه كم دون شيء كم بزين كم شيء درجة جين ماري شيشا سورين دي وهو يفعل ذلك الذنب سابيوش مارد من لان كما دونو كم بامن كما دونو شرين ما مارد شرين ينظرين ادي رنوني فيستشعر استحياؤه من الله شي دي نسكن زو على رنسك ننغو تدا فانز تينزن على رنسك تن على رنغو تدا فانز شي تينزن من استح من استحيائه من الخلق على من امصر ننغو تدا ما كم زو كتنا ففي الحديث لان كرا واستحي من الله استحياءك رجلا من اهلك ني على نونغو ني نونغو مدونو كم لا سورو كم زور نونغو زو فالمين سورو يلا من نونغو من ادي دما بل ما كوزنا رو على نونغو ني تذكر الموت ني كورمو اتني لو انه جاءه وهو في الحال فعل المعصيه ساكر مور نيرو ايشا لكتورن ماشد من الان كرمو نيرو ايشا ايي كندارمو وارتكاب الذنب سابيو شمار دي من الان كرمو نيرو ايشا ايي كندارمو ادا تني فكيف يقابل ربه ايندي كمان ذا فسكاجين وهو في تلك الحال حال شما الان تذكر تنني ما أعده الله تعالى كما يعود تورزنا ما لعباده المتقين كن جاز شر الدكتور وما توعد به أعودنا كمان دي شلن ورزنا ما العصاة والمذنبين أم أشو أم بيورو أو كمان دي دورزنا أزاور دورزنا ما دا تنني ولله در ما من قال إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ساني سنبيه سات الأمر والجا ودي قل لي ميديا باتلونغنا اندوما ولان روكوين با ودي قل لي ولكن قل قل علي رقيب كم وسرين ما ولان روكوين بي ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله ولا تحسبن الله يغفل ساعة ورني تمن ميديا كمان ديرنج شنو لوكتو فلو أو ديما دانج شنو وإنما يخفى عليك يغيب وإنما يخفى عليك يغيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.